يعني الناس بتتصور معاك عشان تامر حسني طبعا مش عشانك لا اكتر تعليق يعني شد انتباهي قالوا لي انت بتركب على حد يعني ايه عايز تطلع على كتف حد يعني انت عايز تعرفني ان شكل حواجبك ستايل دقنك ده فعلا يعني ده حقيقي مش متحددين مثلا بحاجه لونها اسود او حاجه لا ممكن تكون صبغه على يعني هو انا مش بهاجمك اوريدي بس يعني المشاهد بيبقى عايز يعرف انت فعلا ده نفس الشكل بنفس الحواجب بنفس مش عارفه ايه ولا ده حقيقي صور وانا صغيره ببعتها لكم اوريها لكم ده انا كنت متحدده لا طبعا لا لا خلينا في البدايه كده نعرف الجمهور عليك محمد سامي 28 سنه من اسماعيليه شغال موظف مستشفى في اسماعيليه مستشفى الاورام محمد محتاجين نعرف كده ايه اللي خلاك او ايه اسبابك اللي تخليك تسلك طريق كشبيه لفنان اسباب حبي في الفنان نفسه يعني ملامح مثلا منه فنان اي حد يتشرف ان هو يعني اسمه يتحط جنب اسمه صورته جنب صورته يعني بالنسبه لنا اثر فينا احنا من حب يعني من حبنا فيه اثر هو كان هو مأثر فينا في جيلنا في جيل قبلينا اكبر مننا بالنسبة لي هو كشخصيا حد يعني أثر فينا كلنا في على المستوى الفني أعمله ناجحة غنى عن تعريف كجوائز كألبومات كأفلام يعني شخص بحبه حبيت إن أنا أكون يعني شبيه لي يعني هو مثلا ملامح منه طب ليه ما تنفردش بموهبتك لوحدك أنت بتقدم حاجة معينة تبقى ليك أنت لوحدك ما تبقاش شبه حد تاني والله انا كان عندي موهبه كانت الكوره وكده بس ما حصلش نصيب ما كملتش وكده فقلت مثلا لو اتجهت الموضوع مثلا لو موضوع التمثيل وكده وان انت ممكن مثلا فيك ملامح من شخص مثلا كنت تعمل ادوار وكده دي حاجه انا كنت حاططها في يعني حلم ليا ولو ربنا اراد هكمل فيه طب انا كمشاهد ايه اللي يخليني اشوف حد شبيه لفنان ما انا ممكن اشوف الفنان الاصلي بصراحه ما ممكن يكون مثلا الشبيه مثلا ليه مثلا كاريزما تانية غير الفنان او ليه مثلا اسلوب غير الاسلوب اصل انت الفنان انت بالنسبه لك انت فيك شبه منه بس مش نفس شخصيته مش نفس قوامه مش نفس كلامه طريقته افعاله انت ممكن يكون ليك شخص تاني او ليك مثلا ستايل تاني ليك كلام تاني ليك تصرفات تانية طبع تاني ممكن يكون انت مختلف عنه ايه موهبتك؟ انا موهبتي يعني كنت بلعب كورة زمان وكده بس ما حصلش نصيب وما كملتش وكده فحبيت ان انا لو ربنا كرم موضوع نفسي اخش موضوع التمثيل ان انا ما روحتش مثلا اتدربت او مثلا ما روحتش مثلا الثقافة او مثلا مركز فنون او مثلا حاجة خاصة بالسيما وكده بس يعني حطيتها في دماغي يعني لو حاجة جات لي طبيعي ان انا مش هرفضها يعني اخد تجربة واخش فيها طب انت عارف ان انت ممكن لو جالك دور في يوم من الايام هيجيلك مثلا دوبلير تامر حسني بينط من مكان فهو مش هينفع طبعا ينط عشان هو نجم كبير فممكن يجيبه حد دوبلير لي انت ممكن تقبل بحاجة زي دي حاجة أكيد طبعا ممكن أقبلها يعني حاجة مش وحشة أصلا أنت ما بتعملش حاجة وحشة أو مثلا حاجة مثلا تقل منك هي مش حاجة وحشة بس هتتنسب للفنان مش ليك هي ممكن هي كده كده في الطبيعي أنها تتنسب لي أن أنت كده كده اسمك برضو مش هيبقى قبل اسمه يعني أنت هو اسمه كفنان طبيعي أن أنت هتبقى مثلا الأدوار اللي هي الخطرة مثلا أن أنت هتقوم بيها أو أن أنت هتعملها ديت أنت مش هتتنسب ليك بس أن أنت خطوة ليك يعني برضو تعتبر خطوة ليك فممكن يوم من الأيام الخطوة دي تبقى مثلا ليك أنت بطولة في فيلم مثلا ليك في مسلسل فأنت كده كده بتطلع السلم واحدة واحدة مش اللي هو على طول أول لما بتخش على طول بتبقى نجمة على طول أنت شايف النجاح في التقليد؟ نجاح في التقليد؟ لا. يعني التقليد بينجح؟ مش اللي هو بينجح قوي يعني بس اللي هو خطوة خطوة لإيه؟ إيه طموحك بقى؟ خطوه لو بالنسبه خطوه ليا لو خطوه لو انت حاجه لقدام حاجه ليك لقدام ايه هي لو مثلا حاجه ليك مثلا في كغنى مثلا في تمثيل تعرف تغني لا مش قوي يعني ما دخلتش موضوع الغنى قوي بس لا ممكن التمثيل ماشي المخرج اللي هيقرر يجيبك في دور هيجيبك يا اما دوبلير للفنان اللي انت شبهه يا اما مش هيجيبك خالص لان هو عنده الاصلي
اللي هو اصلا هيقوم بالدور اكيد احسن. فانت حاطط نفسك في زون ضيقه قوي. ليه ما اخترتش ان انت تبقى بتقدم حاجه لنفسك، موهبتك بشكلك بستايلك، وتشتغل على ده بدل ما تشتغل على ان انا هحاول ابقى شبه فنان. ما هي هقول لحضرتك حاجه، الخطوه دي ممكن انت ديت يعني استبل حاجه تانية لقدام، يعني مثلا سلم لقدام ان انت ايه، لو ربنا كرمك مثلا حد شافك انت مثلا هتعمل لقطه لفنان معين، ربنا كرم مثلا قالك لا، طب انت ايه رايك تعمل دور، ايه رايك تعمل مثلا دور في مثلا في فيلم، بطوله في فيلم. هي بتبقى بتيجي كده واحده بواحده، اللي هي السلمه انت بتطلعها واحده واحده، مش اللي هو على طول بتخش ان انت لا انت ممثل، لا تعال هتشتغل تمثيل، لا انت ممكن تكون مثلا ايه هتبقى دور لشخص، وبعد كده ربنا يكرمك ممكن ايه مره واحده واحده يقول لك مثلا انت هتبقى دور لوحدك، مثلا هتنفرد مثلا بحاجه لوحدك. طب وانت مش متخيل ان ممكن الخطوه اللي انت واخدها دلوقتي دي ان انت كشبيه لفنان ما توصلكش لاي حاجه اصلا؟ والله انا يعني بدل ما تدفعك لقدام ويبقى في ادوار، بالعكس يعني انت لو انفردت مثلا بموهبتك بحاجه تخصك بستايلك بشكلك بطريقتك، يعني هو الطبيعي ان انت هيبقى ليك مثلا بنسبه 50% بتحاول انت بتظهر موهبتك للناس بطريقه بقى فيديوهات مش عارفه ايه ايا كان هتظهرها باي طريقه، بس على الاقل هيبقى فيه في يوم من الايام حد يقول ايه اكتشاف إيه هيعمل دور. انما انت شبيه لحد، فاللي هيجيبك هيجيبك ليه؟ ممكن حضرتك لو ده اللي هو هيقول لي مثلا انت شبيه لحد او مثلا انت هتعمل دوره مثلا ايه دوبلير، مثلا انت مثلا عملت مثلا خطوه لدوبل مثلا لفيلم مثلا او مثلا لقطه ليه مثلا، واحده واحده ممكن حد يشوفك يكتشفك يقول لك طب انا عايزك لحاجه ثانيه، تعالى لي مثلا ايه هنعمل مثلا مشهد ثاني، هنعمل مثلا بطوله، هنعمل مثلا هتعمل لك دور في مثلا في مشهد كشبيه لتامر حسني مش لمحمد سامي. بس كشبيه لتامر حسني دي حاجة تفرحني، مش حاجة تفرحك، بس انت بتكمل مسيرة حد نجح، انت ليه ما تنجحش لوحدك؟ هي زي ما قلت لك في الاول ان دي بتبقى بداية طريق، لو انت مثلا بتعمل حاجة لشخص دلوقتي شوية شوية انت هتبقى مع الشخص ده ممكن في يوم من الايام ان انت تبقى معاه في فيلم، بطولة فيلم اللي هو مثلا ممكن تطلع في يوم من الايام توأمه مثلا. فديت يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، انت يعني ربنا بيقول ايه كن صبور، يعني ايه الحاجه هتجي لك واحده واحده. تخيل لو عملت كده مثلا في يوم من الايام دور مع تامر حسني اللي هو ان انت اخد توام مثلا، شايف ان دي بدايه نجاح؟ طبعا انت واقف قدام نجم كبير، النجم دوت بيرفعك مش بينزلك. وبعدين انت بقى انت بتشتغل على نفسك عشان خاطر توصل، انت مش واخد بالك ان انت حاصر نفسك في حته بس الفنان تامر حسني؟ يعني انت ممكن فعلا تعمل دور معاه ويكسر الدنيا عشان هو اوريدي ناجح اصلا، فكده كده هو هينجح فانت هتنجح معاه. طب بعد نجاحك مع الفنان تامر حسني ايه مصيرك؟ مصير ان انا ممكن ابص على ادوار تانية او اشوف لو في مثلا حاجات تانية ليا ابص عليها ادرسها، لو مثلا اخش فيها اخد تجربه. المشكله مش عندك، المشكله في اللي هيرشحك. هي المشكله في الترشيح، ان هو ممكن انا شايفك انت مثلا ايه هتعمل دور عشان خاطر انت فيك ملامح الشخص ده، فانت ايه هتعمل الدور ده هيحسرك على حاجه معينه تمام، فانت ايه لا انت لا ايه اشتغل، ومثلا اقول له لا انا عايز اشتغل حاجه ليا انا خاصه بيا انا باسمي انا، إيه حاجه انت هتفيدك حاجه ليك في الاخر، هيقول اسم الفلان الفلاني مش الاسم شبيه لكذا، فاهم؟ مش هتغير من شكلك انا؟ لا يعني هتفضل طول عمرك واخد ستايل تامر حسني؟ طبعا حب من حب فيه، بس اللي هو ايه انا بحبه تمام. بالنسبه لي انا يعني انا فرحان ان انا في ملامح منه وانا حابب شكلي كده، اللي هو ايه ان انت مثلا في ملامح وكده فانت حابب شكل الشخص وحابب من حبك للشخص فانت مصر ان انت على الستايل ده، فاهم؟ اللي هو ايه يعني حاجه مفرحاني مش حاجه مزعلاني. كلمني بصراحه عن نظره الناس ليك في الشارع في المواصلات في الشغل، بصراحه بتشوف فيهم ايه؟ لا هو طبيعي الناس بتقعد تركز تبص مش عارف ايه، يفضلوا مركزين ويبصوا يسكتوا، اللي هو ايه لا في يعني عايزين يتكلموا بس ممكن ما يقدروش يتكلموا، وفي ناس مثلا توقفك مثلا تقول عايز اتصور معاك، وفي ناس تكلمك، في ناس بتتصور معاك، وفي ناس تكلمك مثلا تتريق عليك. طب بتقول لهم ايه لما يقولك عايزين نتصور معاك؟ حاجه تفرحني طبعا مش تزعلني. يبقوا عارفين ان انت مش تامر اكيد. لا اللي هو يعني احنا شفنا حد شبه تامر قوي فقلنا نقف نصور معاه. تمام، من كتر حب الناس في تامر ومن كتر القاعده الجماهيريه بتاعته فالناس ايه اول يعني الناس بتتصور معاك عشان تامر حسني؟ طبعا مش عشانك. لا
وهتفضل لحد امتى عامل حاجة تكملة لنجاح شخص تاني. اما انجح يعني اما انجح يعني ايه؟ انجح كده واظهر قدام الدنيا كلها وابقى اسمي كذا والناس تعرفني وابقى اعمل بقى حاجة تبقى لي انا. اكتر تعليق جالك سلبي على مظهرك وعلى طريقة لبسك وعلى تسريحتك كشبيه لتامر حسني ايه؟ اكتر تعليق في ناس كتيرة يعني في اكتر تعليق يعني شد انتباهي قالوا لي انت بتركب على حد يعني ايه عايز تطلع على كتف حد وانت شايف ايه؟ لا انا مش شايف كده طبعا اللي هو ايه انا ما يعني انا ما وصلتش ان انا يعني ما نجحتش عشان خاطر يتناسب لي ان انا طلعت على حد فاهمة؟ هما بيقولوا الطبيعي اللي انا فهمته يعني طبيعي ان هما انت عايز تعمل ده هما قالوش انت عملت ده انت شايف كده؟ لا انا ما طلعتش على حد اللي هو ايه انت بتحب شخص إيه فشايفه بالنسبه لك هو يعتبر ايه مثلا ايه نجمك المفضل شخص بتحبه إيه اغانيه حياته الشخصيه حياته العمليه إيه حياته بقى قبل كده فانت ايه بالنسبه لك شخص يعني ايه اللي هو انت يعني حابب الشخص ده فانت ايه يعني منحاز ليه قوي فاهم بقالك قد ايه واخد ستايل تامر حسني الكلام ده هوت ايام الجامعه ايه اللي خلاك فجأة كده تصحى من النوم تقول ايه ده انا بصيت في المراية انا لقيت نفسي شبه تامر حسني فانا هعمل ستايل تامر حسني احكي لي كده عن اول ستيب كده خدتها في ان انت تبقى هتاخد الستايل ده هو اول ستيب كنت في الجامعة فدخلت كده كان بقى ايه كان الواحد لسه بقى دقنه ما طلعتش يعني كان لسه صغير يعني ف يعني كانت مربيت شويه كده فلقيت وانا داخل بنات بيبصوا طب بسالهم مثلا المحاضرات فين السكاشن كده فواحده بنت قالت لي انت فيك ملامح من تامر مش عارف ايه طب ما تفكر انت تعمل تسريحته كان شعري بقى اللي هو كبير بقى وكده مش اللي انت ايه حاطط في دماغك ان انت بقى ايه شخص يعني شبيه شخص فانت بتقلده فالواحد بدا ايه يقرب شويه بدا فاستمريت بقى على الوضع بقى كده يعني انت عايز تعرفني ان شكل حواجبك ستايل دقنك ده فعلا يعني ده حقيقي مش متحددين مثلا بحاجه لونها اسود او حاجه لا ممكن تكون صبغه على هو انا مش بهاجمك اوريدي بس يعني المشاهد بيبقى عايز يعرف انت فعلا ده نفس الشكل بنفس الحواجب بنفس مش عارفه ايه ولا ده حقيقي صور وانا صغيره ببعتها لكم اوريها لكم ده انا كنت متحدده لا طبعا لا لا طيب بصراحه ممكن في يوم تيجي تقول ايه اللي انا كنت بعمله ده وانا انا ندمت لا طبعا مش ممكن عشان الفنان يعني الطريق غلط او صح انا بتكلم على الواي ذات نفسها مش الفنان يعني انا بتكلم على التقليد مش الفنان انا بتكلم في التقليد بس حكاية التقليد لا ده طبعا ده حاجة انا فرحان ان انا بقى لتام من حب فيه هو اي حد بيحب حد يقلده ممكن ما دام الشخص مسيطر اللي هو في حياته في حياته عملية وشايفه ان هو يعتبر زي ايه مثل اعلى لي في نجاحه في الظروف اللي حصلت له والتعب وازاي بنى نفسه بنفسه وزي ان الدنيا كلها كانت بتحاربه بس هو انفرد بحاجه معينه فنجح هو انفرد بحاجه معينه بس كانت الناس بتضده وبتحاربه حصل بس هو كان بيحارب عشان ينجح ان هو حد طالع جبل وناس بتشده بالجنازير من ورا بس هو صبر وقعد يتحمل وطلع عشان هو عنده حاجه عايز يقدمها انت عندك ايه بقى عندك حاجه تخص تامر حسني عايز تقدمها مين انا انا عندي حاجه انا لو حد اكتشفني هقدمها بس ان انت تاخد يعني انت لو حد قال لك تغني لا مش انا ما بعرفش اغني لكن لو في مثلا دور مش عارف ايه ممكن ايه ادرس الدور وان انا مثلا ايه اخش مثلا زي كورسات وكده وادي لا ابتديت امتى تنزل صور او فيديوز عندك على الانترنت او السوشيال ميديا ان جنرال يعني ابتدت امتى موضوع الـ حصل من تقريبا من شهرين نزلت اشمعنى من شهرين بس ليه مش من قبل كده انا كده كده عندي الانستا والفيسبوك انا قافل الاكونتات بتاعتي مش اللي هو سايبها كده عامل انا عامل برايفت لكل حاجه ليا لان في ناس بقت بتاخد بتسرق الصور وبتفتح اكونتات بيها فروحت قافل بالصدفه كده قاعد كده نزلت صوره على تيك توك جابت في 3 ايام او 4 ايام مليون ونص مشاهد صوره مع اني ما بخشش لايفات ولا ليا في جو التيك توك وبقى والسوشيال ميديا لا انا راجل من بيتي لشغل الشغل لبيتي اشوف صحابي مش عارف ايه لو في كوره بنلعب كده بس لو في خروجه تمام لكن مليون ونص مشاهده تعليقات بقى كانت ايه تعليقات كتيره لا بصراحه بصراحه خش نشوفها
اكيد طبعا. شوف لا التعليقات اللي هو ايه يعني، في مثلا ناس ايه تاريخ، ناس بتقول في كان في لقطه الفيلم تقريبا اسد واربع قطط، ففي لقطه اللي هو كان تقريبا مشغلين اغنيه تامر، ففي واحد كان ايه في صيدليه، فهو استاذ هاني دخل كده وعمال يقول له ايوه انت مين انت مين مش عارف ايه، فمطلعين عليه بقى جابر حسن، فهو بقى ايه كومنتات كانت كده على طول. يعني كانت الكومنتات ايجابيه مش سلبيه؟ في سلبيه وفي ايجابيه، بس انا ما قريتش، ما بقراش السلبي يعني، انا شفت حاجات كده بس ما قريتش الكومنتات كلها يعني، كومنتات بالافات. اكتر كومنت جه قدام عينك بس كان سلبي ايه؟ كان سلبي بصراحه، قلت لك هندخل نشوف. ما تخليناش ايه لا في كومنت غريب شويه، في بنت تقريبا من بنت او ولد والله ما عارف، لا يعني ايه انت شكلك يعني خليك في شكلك، ما تقلدش حد، خليك انت بشخصيتك، انت شكلك احسن، انت لو قدمت نفسك انت كمحمد من انت مثلا ايه، ما تبقاش مثلا شبيه حد عشان تبقى توصل او ان انت تطلع، الناس هي اللي بتطلعك ترند مش انت اللي بتطلع، تمام؟ ف لا اللي هو ايه يعني انت شخصيتك فين. فده كومنت سلبي بالنسبه لك؟ طبعا لا، لقيته حسيت ان انا مثلا ايه الناس بتنتقدني عشان خاطر فيها ملامح من شخص او ان انا مثلا بقلد شخص، ف لا انا من حب في الشخص ده انا فيها ملامح منه. انت شايف ان انت ماشي صح وان كلام الناس مش فارق معاك؟ لا طبعا مش فارق معايا. وشايف ان الكومنتات دي نجاح حتى لو كانت كومنتات سلبيه؟ هي الكومنتات مش مقياس لنجاح، الكومنتات اللي هي ايه الناس بتعلق عشان شافت الشخص ده فخلاص بقى عماله تعلق له، لا الشخص ده فيه ملامح، لا الشخص ده ما فيهوش ملامح، لا الشخص ده بيقولوا كلمه حلوه، لا نقول كلمه مثلا وحشه. في ناس يعني انا بالنسبه لي ما ببصش لك اي يعني، انا في قاعده في حياتي اللي هو ايه كل ما حد يقول لك كلمه تضايقك خدها ليك مقياس ان انت تنجح. يعني كلامهم ادالك دافع ان انت تكمل؟ فعلا. طيب لو جيت في يوم من الايام بنت كده انت مرتبط بيها، انا عارفه انت مرتبط ولا مش مرتبط؟ مش مرتبط. لو جيت بنت كده في مره قالت لك لا يعني الجو ده ما يعجبنيش، ايه اللي انت عامله ده، انت ليه تبقى عادي، تبقى عادي يبقى محمد سامي وانجح وبقى شاطر وبقى ممثل وكل حاجه، بس تبقى انت، هتقولها ايه حتى لو بس انت بتحبها؟ لا انا بحبها بس هي اكيد هتحبني على شخصيتي، مش هتخليني اغير. فين بقى شخصيتك؟ ما هو ده اللي انا بقى ايه، ما شفت انا عماله ادور بقى عليها فين بقى شخصيتي. موجوده بس ان انت بتحب شخص ففيك ملامح منه، لكن انت شخصيتك موجوده، اصل انت ده لي شخصيه، ده لي كيان، ده لي ستايل، ده لي اصلا. انت لو انت بتقلد شخص انت هتقلده في كله، في جسمه. ما انت قلدت، ما انت قلدت في كل حاجه. انا لسه جسمي انا رفيع مش زيه، اللهم صل على النبي. لا هو راجل عشان هو بيروح الجيم، انت ممكن تروح الجيم وتبقى بنفس الحركه برضه. في ناس كتير قالوا لي كده، قالوا لي انت لو تخنت ورحت جيم وبقى ونفخت وشك عارض ومش عارف ايه هتبقى ايه الدنيا قريبه قوي. وانت طالما سلكت طريق حد فاوريدي انت هتاخد كل حاجه منه. في ناس قالوا لي كده بس انا لا، انا يعني انت خدت شكله، خدت جسمه، هتروح الجيم وهتاخد الفورمه والشيب، هتاخد مهنته، ايه ناقص ايه؟ تروح تقعد عندهم في البيت؟ طبعا. هو ليه برضو ليه كاريزما وليه حياه وليه بيت و... ايوه. انت هتعمل ايه مختلف بقى؟ يعني عايز تقدم للجمهور ايه بقى بجد؟ انا بالنسبه لي حاجه تكون مختلفه. انا عايز اقدم حاجه، لو هقدم حاجه هقدم حاجه مختلفه الناس تحبها، اصل انت من لقطه واحده انت هتعلم مع الناس. ايه المختلف اللي انت هتقدمه عن تامر حسني؟ يعني تامر حسني قدم ادوار لايقه عليه بشكل هو شايفه مناسب ليه، تمام، انت هتقدم ايه مختلف تامر ما قدمهوش؟ هقدم ايه مختلف؟ في حاجات جديده مختلف يعني، انا نفسي عندنا في سيم مثلا يدخلوا الجو الاجنبي مع العربي. يعني نعمل ايه؟ يعني مثلا يبقى في ممثلين اجانب مع العرب، الثقافه العربيه تبقى داخله مع الثقافه الانجليزيه، الناس تعرف لغتنا، تعرف يعني ثقافتنا، بحيث ان احنا يبقى عادي بالنسبه لنا ممثل اجنبي او ممثل انجليزي مشهور يمثل فيلم مصري، يبقى في ثقافات اللي هو ايه، يبقى في كده اختلاط بين الاثنين، دمج الثقافات مع بعض. يعني الحاجات المصريه دي اذا كان تلفزيون او سينما بتدخل بيوتنا، طب ما هو اللي بيتفرج عليها ممكن ما يفهمش الانجليزي ده بيقول ايه، نعمل ايه بقى؟ وممكن ما يكونش بيعرف يقرا، وارد. هو انت بقى لازم توصل للنقطه اللي انت تعرف توصل لدماغ الشخص اللي بيقعد على التلفزيون. انت هتقدم ايه بقى غير ان انت بتقترح السينما تبقى عامله ازاي والتلفزيون عامل ازاي؟ انت هتقدم ايه؟
شغل بالنسبه لنا احنا ضعفش قوي في الاكشن بالنسبه اللي احنا بنشوفه في الحاجات الغربيه، فممكن ندخل اكشن اكتر. انت شايف نفسك في ايه بعيدا عن الاقتراحات؟ انت شايف نفسك في ايه؟ انا والله انا شايف نفسي لو هقدم حاجه اقدم حاجه هادفه، يعني اللي هو حاجه توصل للناس، يعني توصل للناس حاجه تتفهم، مش حاجه ان هو انا اتفرجت لا خلاص انا لا اشوف حاجه تانية. جالك دور بطوله لفيلم، لا ده انا بقول لك مثلا جالك دور بطوله لفيلم وبس تلات ارباع الفيلم اغراء. تلات بطوله تلات ارباع الفيلم اغراء؟ يعني دورك اغراءات، بتعمل حاجات صعب في قبلات مثلا احضان؟ لا بطوله، فكر الموضوع صعب مش تعمل ده. طيب قول لنا بصراحه، واعتبر نفسك مش قاعد قدامي النهارده، انت ضيف في صدى البلد، كنت فاكر ان احنا هنسالك نقول لك ايه او احنا مستضيفينك ليه؟ عايزين نعرف مثلا ايه الشبه اللي يعني انت ليه سلكت الدور، بالنسبه ان انت فيك شبه او فيك ملامح من تامر وكده. الناس بقيت صورك منتشره على الصفحات وكده، فعايزين نعرف مين الشخص اللي قلب الدنيا وكده، فكنا عايزين نعرف مين بيعمل ايه، دوره ايه، هواياته ايه، موهبته ايه، ايه اللي خلى الدنيا تتقلب كده. بس انا كنت بقول كده. استاذ محمد انا بتمنى ليك كل خير، وبتمنى ليك ان انت تكسر الدنيا وتعمل حاجه تعجبك وحاجه تنفرد بيها وتحقق احلامك، وبنشكرك جدا على وجودك معنا النهارده.